بناتي وبالدم ودين ولكي بيروت مليان حكي وانسكتي ارمي لكي لكي يا بيروت نحيا ومنموت بكيت بيروت بحرا للحوت امل محتمل امر مفتعل حتى لو القمر بعد شهر اكتمل ربوا براسنا الامل وفرخ فينا الشتل طعمونا سكر وكبونا للنمل كله على الوسطى. رائد الخزن يعني صاحب اكبر ذاكرة مثقلة بالحرب والتفاصيل. انت وعم تعملنا هاي الجولة بشوارع بيروت، انت وعم تحكي عن خط التماس، انت وعم تحكي عن بيروت الغربية والشرقية، بتصور انه الناس لما بتسافر برات البلد بتبلش تتخلص من ذكرياتها، انت بعدك حاملة على ظهرك وماشي. ليش؟ اذا بنسى هاي الذكريات بطل عندي شو اقوله، انه جزء كبير من انا شو اليوم هي شو عشت وشو شفت وشو فهمت. اذا بشيلهم هول من الاكويجن تبع حياتي تطلع حياتي شوي نسبيا لشو هي اليوم تفهم. انا اوكي ساعتها برواز حياتي انه رحت على نيويورك وكنت بامريكا، وهيدا شيء كثير منيح وحظي كثير حلو انه شيء صار معي وقدرت اروح على امريكا وقدرت ادرس يمكن احد اهم جامعات الموسيقى بالعالم ببيركلي، وعشت بنيويورك 10 سنين، فظيع هيدا الشيء كله. بس بعتقد معظم مضمون انا مين وكيف بفكر وشو بشوف وشو مهم لي هو الطفوله اللي عشتها، والطفوله اللي عشتها هي هاي الذكريات. اذا بدي شيلها من حياتي اما اعيش كانها ما موجوده تطلع حياتي شوي شالو اما تافهه بالنسبه لهي شو فعلا. حتى لما قررت انك تقدم البوم، لما قريت عنوان الالبوم يلي هو Ghosts and Shadows، قلت مين هن الاشباح يلي ضلوا دائما عايشين بذاكرته لرائد لحتى يختار هذا العنوان؟ الاشباح هو في اشباح وفي ظلال لانه في منهم الاشباح يعني هي اشياء مخيفه ام اشياء يعني تعمل عليك علامه بالحياه، يمكن هي ذكريات حرب، يمكن هي ذكريات سفر، ذكريات جوع، ذكريات تعذيب نفسي بعيد عن بلدي. انا 14 سنه ما رجعت فيهم على لبنان الا مره واحده، فرضت على حالي ما اكون ببيئتي وما اكون بالجو اللي انا برتاح فيه، لا اقدر اتقدم اكثر شيء ما بقدر، فرضت على حالي مثل عزلي. بهيك ظروف بتشوفي اشباح كثير. بس بالوقت اللي كنا نحن فيه بالشوارع عم نمرق على مطارحك يلي انت بتتذكرها، كنت قادرة اشوف يلي انت عم تشوفه، كنت عم تشوف خيالات وكنت عم تعيش نفس الوجع، وحسيتك انك عم ترجع تتألم، يعني كمان ينكى الجراح مثل ما بيقولوا، عم تحك على جرحك وعم ترجع تتوجعه من اول وجديد. كان في شيء هيك حنين ألم بصوتك، كان في وجع ما قدرت تحسك طبيعي، ما كنت عم تحكي أكيد. عن الأماكن كأنك متخلص. لا أنا ما الهدف مش التخلص، الهدف هو تطهير. إنه ما فيك بحياتك تتخلصي من شيء، يعني ما في شيء بيتركك، بس في طريقة للتعاطي، يعني أي الهضم هذه الأمور بطريقة معينة، وإنه يعني لما تطلع في فرق بين انه ترجع تذكرك باشياء. مثلا انا لما احكي عن شريد محمود هون، اما لما احكي عن الباك ستريت، اما البلو نوت، اما حتى بيت المختار اللي نحن قاعدين فيه، انه هول اشياء هذه حياتي، هذه طفولتي، هذه اشياء فيها كثير من الحنيه، فيها كثير من المأساة، فيها كثير من كثير اشياء. بس انا اليوم في احكي عن اشياء ابكي واضحك بذات الوقت، ابكي وابتسم، وإذا يمكن من 15 سنه كان في احكي من قلب جامد ومن قلب بلا احساس، وهذا الشيء منه منيح. يعني التخلص من شيء هو غير ممكن، بس لما انت تقدر تتعايشي مع تاريخك ومع ماضيك ومع عذابك والاشياء المنيحه، هذا شيء كثير بوزيتيف وايجابي لاي عمل، لاي فن، لاي انسان.
يلي بيتابع تجربتك الموسيقية رائد بيعرف انك انت بفترة البدايات كنت متأثر بالموسيقى الغربية، بس اليوم بشوفك انت متعمق اكثر بالموسيقى الشرقية. يعني كنت اول شيء بدي اسألك انه بينك فلويد، نيرفانا، هذا النوع من الروك ميوزك، وبعدين فجأة بتنتقل لشيء تاني ما له علاقة ابدا بنوع الموسيقى اللي هي خلينا نقول خلتك تفكر انك تبلش تعزف او تبلش تسمع موسيقى او تبلش تشتغل بالموسيقى. اليوم بترجع للعرب، بتعرفي عمري بتربي بجو بترفض الاشياء اللي هي كتير واقعية بحياتك، بتصيري من منطلق المهرب بتخترعي قصص جديدة براسك وبتخترعي حقيقة تانية، لأنه يمكن ربيان بالطريقة اللي ربيان فيها، ولأنه العروبة كانت شيء كتير مهم ببيتي، يكون الإنسان عربي لغوياً من كتير نواحي. يمكن رفضت هذا الشيء. كنت بتحس بهداك الوقت أن الموسيقى الغربية قادرة تعبر عنك أكثر؟ طب بمراحل ككلمات وكأحاسيس كأشياء عم بمرق فيها. كنت كشاب مراهق ما كنت يعني ما كنت بقدر اسمع أم كلثوم بلاقي انه هذا الشيء بعبر عني. كان بس اذا بسمع The Wall مثلا بحسه بعبر عني، بعبر عن اشياء. ما كان في غضب نوعا ما بهذيك الموسيقى بهذيك بهذاك الوقت؟ طبعاً. يمكن بالثمانينيات يعني شيء ما في تصالح كان. يعني هذا وعدم التصالح في مش بس سبب غضب، في سبب غضب، في سبب ديبرشن، في سبب ادمان، في سبب كثير اشياء، بس ما في تصالح. هذا المهم. بعد بحث وتدقيق يعني بعد ما رحت على امريكا لكون موسيقي غربي، يعني انا فليت من هون تكون موسيقي غربي، رحت ودرست وعملت وسافرت وعندي كارير وكل شيء، وصلت على محل انه في طريق في بلوك. ليه؟ لانه كنت عم بقلد كل الوقت، كنت كتير شاطر بالتقليد. يعني بقدر قلد شيء كتير 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 منيح، بس بعدك ما لقيت حالك من جوا. بعد ما لقيت صوتي وثاقبت بال 2005 اجاني فرصه ل اندورسمنت من شركه جيتارات، وكانوا بيعملوا جيتار فريتلس بلا الحديد. شفت على الكتالوج تبعهم جيتار 11 وتر نايلون، يعني مثل العود بس جيتار. بس ما دائما عندي هالاندورسمنت ومزبطين الوضع، بعثوا لنا واحد، بعثوا لي كم دوزن جيتار، طلع فيه بيختار لي امرار فكرة، طلعت هيك بركي خليني دوزنه مثل العود اللي هو غير دوزان الجيتار بالمره. قلت انا اوكي، رحت على الانترنت كيف ما بعرف كيف دوزنه، كيف بدوزنه، قريت كيف بدوزنه ولقطته. صار شيء بينك وبينه؟ شو صار شيء؟ يطلع ألحان شيء أم كلثوم، شيء فريد الأطرش. أنت مالك متخيل أنه هنا موجودين عندك؟ ما عندي فكرة بحياتي ما مجرب يكون عندي إياهم. يعني ولا مرة أنا قاعد أنه شاغل على لوازم ألف ليلة وليلة مثلا. فبعد هيدي قصة الجيتار ولما دوزنته هيك صار قررت فوت بالموسيقى الشرقية. لقيت في ويب سايت كان اسمها مقامworld.com، بتعلم المقامات، بتعلم الإيقاعات الشرقية، وصرت اعمل لان انا كتير منتظم. يعني قدي راسي كيوتك بحياتي، بس لما بالتمرين وبالموسيقى كتير منتظم وكتير سيستماتيك. صرت كل يوم قضي ساعتين مع هذا الفريتلس جيتار مدوزن عود، ادرس مقامات، ادرس فكرة التقسيم بالموسيقى الشرقية يلي هي مفروض تكون مثل الخريطة يلي بتوصلك لحالة السلطنة يلي هي حالة غير موجودة بالموسيقى الغربية، يلي هي حالة موجودة عند السود الأفريقية بأمريكا بالجاز بالجاز والجوسبل بالبلوز. 2008-2009 قررت أجي على لبنان زيارة. بهالزيارة حسيت أنه أنا لأول مرة بحياتي صار عندي كمية معلومات وخبرة كافية انه اقدر اجي انا يمكن اقدم شيء بالعالم العربي. اول فرصه شغل صحت لي هون ما كنت ناقل بعد، كنت يعني عم بنقل، اللي هي كانت مشروع ليلى. اشتغلت معهم اول البوم، وعلاقتي معهم للشباب وشغلي معهم
هو يلي خلاني اخذ قرار ان انا انقل، لانه حسيت فعلا انا بقدر اعطي شيء. لما بدك تحكي بالناس الجوعان جوع، مره قاتل اسرائيل لنصدق بدك الجوع في حرامية بتسترزق من الثورة، وحرامية على المعص تنطر دورة. انا ما شفت سياسة بموسيقتك ابدا، بس انا سياسي. بس انت سياسي، يعني انت ما بتقدم السياسة يمكن بشكل مباشر. ما مش ضروري. ايه يعني يمكن انت من القلال كتير يلي اشتغلوا الموسيقى المستقلة بس ما قدموا السياسة، بعكس كل الجيل يلي يعني ابتداء يمكن من زياد رحباني يلي انت بتعتبره انه هو مؤسس الموسيقى البديلة او المستقلة الى هو مش بس هو المؤسس، يعني ما حدا عامل موسيقى بديلة ومستقلة بالعالم العربي قبل زياد الرحباني. بس انا ضد السياسة بالفن، انا مع السياسة بالوجود، بس بالعمل الفني بعتقد لما تدخلي فيه موضوعيه سياسيه بتقصري له من حياته وبتقصري له من قيمته وبتقطره بتصور بصير مؤطر طبعا، وبصير كتير هين لحدا يتجاهله. صح، يعني عمره انا ما كان عندي وجهه نظر سياسيه بالعمل الفني، بس انا عربي كتير وعربي يعني جذورا، يعني انا امي فلسطينيه وربيان ببيت كتير هيك، يعني القضية الفلسطينية وال مش عم بقول انه انا حملها على كتفي وماشي، بس هذا الشيء اللي تشربته هيدا هو. يعني انا عربي وقاعد بنيويورك عم بلعب موسيقى اجنبية وعم بلعب جيتار، بس انا عربي وعم بكون بالكومبيتيشن معكم كعربي. لو اليوم شو عم تقدم غير طنجرة الضغط؟ اليوم في ألبوم طنجرة الضغط الثاني حيطلع، مش عم نخلصه. في فنانة اسمها سيما إتايم حنطلق لها ألبوم هاي السنة. في أكيد أنه أنا بعد غياب 6 سنين 7 سنين عن أنه أكون جيتاريست عم برجع بدفش حالي تكون أرجع هيدا اللي أعمله، لأنه لقيت أفضل وسيلة للتعبير عن معتقداتي وأنا كيف بفكر وأنا مين وكيف حب عيش هي بيني وبين قيلتي. بدي أتمنى لك كل التوفيق. Thank you. شكرا لوجودك رائد الخازن، وأكيد مبسوطة كنت كتير بالجولة اللبنانية اللي عرفنا عليها. نحن اليوم شفنا لبنان بطريقة كتير مختلفة. Thank you.